معانا النهارده ابنته دينا غبور. اولا بنحييه وبنقول له يا رب تقوم بالسلامه والف سلامه عليك. كنا نتمنى ان يكون معنا لكن معانا النهارده دينا غبور. دينا اهلا بيكي. اهلا بيكي. يعني خلينا الاول نشوف هذه المعلومات عن رؤوف غبور ونرجع تاني نشوف دينا قرت المذكرات. كانت مشاركه الوالد في كتابه المذكرات؟ لا مشاركه لا.